حمدا لقيوم السماوات والأرض، إله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونصلي ونسلم على سيد القراء سيد القائمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. أماني من سعدى رواء على ظمأ، سقتنا بها سعدى على ظمأ بردى، منى إن تكو حقا تكن أحسن منى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. والله إنه مشهد رائع بهيج تحضره ملائكة السماء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ذلك لأن النصوص وحدها لا تصنع شيئا، وإن المصحف لا يعمل حتى يكون رجلا، وإن المبادئ لا تعيش إلا أن تكون سلوكا. لقد انتصر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم أن طبع من المصحف عشرات ومئات وألوف من النسخ، لكنه لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق، ولكنه طبعها بالنور على صحائف القلوب، كأن مادتهم من السحب فيها لغيرهم الظل والماء والنسيم، وفيها لأنفسهم الطهارة العلو الجمال، يثبتون للضعفاء أن غير الممكن ممكن بالفعل. لقد كتب الذهبي في أعلام سير النبلاء، وابن الجوزي كتبوا تلك الصفحات، وعبد الفتاح أبو غدة صفحات من صبر العلماء وقيمة الزمن عند العلماء، كنا نعتبر ذلك مبالغة ومثالية، حتى جاءت نخبة النخبة وصفة الصفوة، هذه الصفوة المباركة أثبتت أنها بإمكانها أن تحفظ القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة. كنا نحن الوعاظ والخطباء حينما نتكلم للناس، إن هناك من قام الليل بتلاوة كاملة للقرآن الكريم، كان الناس يسخرون من هذا الكلام ويعتبرونه خزعبلات ومبالغات، ولكن جاءت هذه الصفوة المباركة أثبتت لهؤلاء أنهم بإمكانهم في جلسة واحدة ألا يخرموا حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل. والله إنه لشرف كبير، فالماهر بين الإبحار والإمهار تصنع هذه اللوحة الرائعة، لوحة الملائكة، هذه اللوحة الربانية. ومن قال للمسك أين الشذا، يكذبه ريح الطيب ريح العبير وريح القرآن الكريم، يجتمع في هذه اللوحة الرائعة الساحرة الفاتنة الجميلة البهية التي يصنعها الماهر لصدقه قيادته وإخلاصهم وتجردهم وصفائهم وطهرهم، كما قال سيد ابن عطاء: جل ربنا أن تعامله نقدا فيعاملك نسيئة. حينما عاملت الماهر ربها سبحانه عز وجل نقدا عاملهم تلك هذه الصورة البهية الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.